ديال الوجهات، اغلبيه ما بين الدار البيضاء والجديده، والباقي كاين اللي جمشان والزازات وكاين شي. ولكن اللي بغيت نقول لكم وهو حنا ملي كنكونوا ملي كيكون الترقب ديال هاد الناس اللي كانوا في الاحتكاك، كان خصك تعرفوا كاين واحد الخريطه كنديروا وكنقولوا هادو هما اللي عندهم لو ريسك الفي اللي كانوا دايرين به، ولو ريسك اللي هو الفي على حسب، لان كتعرف ان الفيروس يمكن لك تخليه غير واحد مترو ولا نص مترو كتولي راك انت خديتي البريمتر سيكوريتي ديالك، فبالتالي الناس اللي معادين عليه ما كيشكلوش نفس ما يمكنوش ما نديروش نفس الاجراء اللي غنديروا للناس اللي هما كانوا قرابين ليه. ولكن من الواجب ديالنا ان يكون الترقب عن كثب باش يمكننا نتصداو. وكنشكركم على الاصغاء ديالكم. الا كان شي سؤال تقني مدير الاوبئه غادي يجاوب عليه ان شاء الله.